فمو بسهولة المرأة عندنا تنطلق وتكون لها مشروعية. مو بسهولة المرأة عندنا تنطلق وتكون لها مشروع، يعني مثلا على سبيل المثال ترى انا يعني مسيرتي صار لها 7 سنوات، يعني بالسنة الأخيرة يلا قدرت إنه أنا أثبت نفسي من ناحية تحديات مجتمع، من ناحية تحديات عوائل، من ناحية كثير من الأمور. قيادة أولا تعطي للمرأة شخصية ثابتة وقوية، ما تخليها تخشى أي شيء، وما تخليها تحتاج أي أحد بالحياة. سابقا انا كنت مقيدة، يعني اقولها بكل صراحة انه انا مقيدة من قبل اهلي والمجتمع. حاليا لا، بديت اكسر هاي القيود شوي شوي. ليش؟ لان انا احس نفسي صرت اقوى. حلو المجتمع بدا يتقبل هذه الامور وبدا يشجع على هذه الامور، كان كثير يعني من يعني عكس السنوات السابقة.